أهلا بكم. كل كم يوم بتطالعنا الجرائد، المجلات، التلفزيون، بنسمع في الراديو، بنتفرج عبر الإنترنت أخبار كلام عن الثعابين. منشط عريض: ثعبان يهاجم قرية مش عارف إيش، شخص يعيش مع الثعابين، شخص بيتعامل مع الثعابين وبيروض الثعابين، والثعابين هي حياته، هي دنيته. كلام كثير جدا بنسمعه في الجرائد والمجلات. للأسف الشديد في عالمنا العربي معظم الكلام ده كلام غير صحيح، لأنه للأسف المحرر بيسمع الكلام ده من أي شخص، بياخد الكلام ده وبيسوي له مانشيت وبينزله في الجريدة أو في المجلة أو خبر أو تقرير في التلفزيون أو حتى حوار في الراديو. كلام جرائد، مجرد كلام جرائد، أي واحد يقول اللي بده. الناس ما تعرف موضوع الثعابين، ما عندها إلمام بالموضوع، ما عندها معرفة بالموضوع، فبالتالي أي حاجة نصدقها. لو رجعنا لكتب التراث، في كتب معروفة اتكلمت عن الحيوان، زي كتاب الحيوان للجاحظ، يمكن أكبر موسوعة عربية قديمة. مشكلتها فيها معلومات جيدة، لكن الجاحظ أخذ معلومات مجرد سماع، يعني معظم المعلومات سماعية، ما حد اتأكد من صحة الموضوع، ما حد شاف الكلام ده صح ولا غلط، ما حد سأل متخصصين. في أوروبا في الدول المتقدمة أي خبر، خصوصا لما يكون بأشياء فيها خطورة، عقارب، ثعابين، حيوانات مفترسة، اللي بينزل الأخبار هذه شخص متخصص، شخص له مكانته العلمية عشان يحاسب لو صار أي حاجة. في عالمنا العربي للأسف الشديد أي واحد يتكلم، أي واحد يقول اللي يحب، صح غلط ما عندنا أي مشكلة، كل واحد بيفتي، كل واحد بيشوف الموضوع انه سهل، انه بسيط، ما بيقدر انه ممكن الناس تاخذ المعلومات هذه ويبنوا عليها اشياء كثيره جدا، وممكن الاشياء هذه تسبب الوفاه لاحد الاشخاص. كثير شفنا ناس طلعوا انهم مدربين ثعابين، وانهم بيسيطروا على الثعابين، وانهم بيمشوا الثعبان على كيفهم، يشربوا السم، ياكلوا ثعابين. اتكلمنا عن الحكايه دي في موضوع الاستعراضات. لكن الأشخاص اللي بيتفرجوا على الحاجات هذه، أو اللي بيقروا خبر في جريدة أو في مجلة، أو بيشوفوا ريبورتاج في التلفزيون، بياخدوا المعلومات هذه وبيخزنوها عندهم، وخصوصا الأطفال. لما الطفل يشوف حاجة حيحاول يقلدها، والله فلان شرب سم ثعابين، الطفل ممكن يسوي الحكاية دي وتصير مشكلة فعلية. للأسف الشديد كل من هب ودب بيتكلم في موضوع الثعابين، بيتكلم في أي موضوع، ما في أي رقابة، ما في أي اهتمام بأنه الموضوع خطير، الموضوع صعب. لازم يكون في جهة مسؤولة عن الأشياء هذه، ما ننزل أي خبر، ما نقول أي كلام، لأنه ممكن يكون في مضرة للغير. مجلات، صحف، جرائد، أخبار تلفزيونية، في الإنترنت كلام كثير جدا 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 عن الثعابين غلط. أخبار من هنا ومن هنا ومن هنا، في المدينة الفلانية ظهر ثعبان مش عارف إيش، ودفنوا واحد لقوا على قبره ثعبان، واحد بيصلوا عليه صلاة الجنازة لقوا ثعبان عليه، فتحوا وجهه لقوا وجهه أسود. كلام كثير جدا بيتقال، فين الصح في الموضوع؟ هذه الإشكالية اللي لازم
قبل لا ينزل الخبر نوديها لشخص متخصص ثعبان لقوه في قبر، يروحوا العالم في الدين يتكلموا معاه يشوفوا ايش الموضوع بالضبط، يكلموا الناس المتخصصين في الثعابين يشوفوا ايش نوع الثعبان، ثعبان عادي او ثعبان غير عادي، لانه الثعابين زي ما تكلمنا في موضوع البيئة موجودة في كل مكان على وجه الارض، فلازم ننتبه للحكاية هذه، لازم نقدر خطورة الحكاية هذه، ما نقول أي كلام. وهذه نصيحة لكل واحد بيتكلم في أي موضوع ممكن يكون فيه خطورة، مو لازم حيوانات، أي موضوع فيه خطورة، كهرباء، نار، حيوانات، أي حاجة فيها خطورة ممكن تسبب ضرر للغير، أرجوكم ننتبه، لأنه هذه أرواح ناس، الموضوع ما هو لعبة، ما هو مجرد كلام، ما هو مجرد ظهور في قناة أو في مجلة أو في جريدة، ما هو صحيح أنه نفتي بأي حاجة نقول أي حاجة، لأنه ممكن نضر غيرنا ونضر نفسنا. أتمنى أنه ننتبه للحكاية هذه، وأتمنى السلامة للجميع. شكرا لكم.